ميدان أكباس على مقاعد الانتظار من محطة لقطار الشرق إلى مركز اعتقال جماعي. أنشئت السكة عام 1911 من قبل شركة ألمانية ليكون جزءاً من سكة تربط أوروبا بالشرق الأوسط، وكان يعتبر أهم خط تجاري بين سوريا وتركيا. تمتد السكة بطول 61.5 كيلومتر ضمن الحدود الإدارية لإقليم عفرين، وكان القطار يتنهد في 4 محطات ضمن إقليم عفرين، وهي محطة قطمة، محطة قرطقلاق، محطة راجو وكتخ، وأخيراً محطة ميدان أكباس. ويمر القطار عبر 4 أنفاق محفورة ضمن الجبال لها بوابات، ولكل باب قوس حجري أنيق. النفق الأول يقع جانب قرية مشعلة أو مشعلة على بعد كيلومتر شرق مدينة عفرين، ويبلغ طول النفق 235 متراً، أما باقي الأنفاق فتقع ضمن راجو. يبلغ طول نفق راجو الأول 540 متراً والثاني 165 متراً، بينما لا يتعدى طول نفق الثالث 130 متراً، مروراً بجسر حشرك الحديدي الذي يصل بين نفقي راجو الثاني والثالث. يشار إلى أن المرحوم عبد الرحمن عليكي هو من قام ببناء الأقواس الحجرية، وقد عمل أغلب أبناء الإقليم في عمليات مد سكة الحديد، وباتت سكة الحديد جزءاً من التراث العمراني للإقليم الكردي، إلا أن الاجتياح التركي وميليشياته غير من معالم المدينة عموماً، وعملت الميليشيات الإخوانية على تفكيك أجزاء من سكة الحديد وبيعه خردة، بالإضافة لتحويل محطة ميدان أكباس لمركز اعتقال جماعي يمارس فيه أبشع أنواع التعذيب. فمتى يطلق قطار الأمل صافرته معلناً الرحلة الخضراء